قصص وعبر يحكيه على راجل اسمه الفالح يعيش في قرية جبلية طول عمره يشكي ويتذمر. كانوا جيرانه يتفادوا يشوفوه خاصة في الصباح ويتفادوا يقربوا منه ويتحدثوا معاه. أما اللي يحصل يجي وجهه في وجهه يتسمى غنم كبير، يشدوا الفالح من يده ويبدأ يشكيله. صار لي وجرالي حبيت وملقيت مقساها الدنيا وما حر رجيعة الأيام ومقس قلوب الناس. وكان كل واحد يقول له ياسي الفالح يا أحمد ربي تبارك الله عليك الصحة والعافية، محلاها هاك العيلة ومزينها هاك الدويرة. أما سي الفالح هذا الكل ما يعني له شيء، طول عمره يحلم كما يقول هو بالسعادة، لكن فين السعادة اللي يحكيوا عليها؟ بعد عشرات السنين بعد ما شاب شعر الراس ونقص البصر وثقلة الرجلين، نهار من نهارات اسمع يلي ما سمعتش اش قالك عم الفالح. لقاه عم الفالح يضحك فرحان لسانه ما يكفش على الشكر والحمد. اش لقاه اش لقاه؟ ايه عم الفالح لقاه سعادة. اللي هذا جرى للراجل يسهل ويسقسي، وكل ما سأله ضحك عم الفالح وحط يده على صدره وقال السعادة يا ناس هنا الداخل، ما تلوش عليها البرة. السعادة في الإحساس الجميل والمنظر المزيان والقليل الطاهر. والعبرة المستفادة من القصة هذه أن السعادة بيدك مش بيد غيرك، ما تلوش عليها بعيد وخليك بالقليل فارح وباللي تحصل سعيد. قصص وعبر